غير بلديتهم تبغرن غربعة لي فوراج الفوراج جديد غير سيمير واحد ربعة شهر تقى خدمن وبرعدو سربين شاطول وامان قارن لاش ديس ممكن لا في الجناية راه تاسن تازنين غامان امان لاش هي خسر الصبر دمين هي امان لاش دي الفوراج ربعة لي فوراج الحبس نوك عندنا مشكل تاع المياه مومان صافي غير نغسلو الضاط لاش يسنت مومان قازن حفرنهن بصح مان لاش قرينا غلاش مومان شنو نتعانى سكومان ديما نسغ سيتيرنات سيتيرنا ب 150 وطلع صافي لاش غير نغم مومان نخسر ديما خسوارد خسر ندي السولدايا امان لاش سجلنا اكثر من 27 فراج جديد سجلنا ايضا 27 فراج من اجل اعاده التجهيز اللي تم انجازهم عن طريق بي سي دي ب 93 مليار وعن طريق صندوق المياه وزاره الموارد المائيه وسيد الوزير مشكور ب 240 مليار وايضا درنا عمليه نتاع ستوكاج باش يكون هناك توزيع عادل وما تكونش هناك بيرتيرباسيون ويكون شامل اذا ان سجلنا اليوم نعلن رسميا عن تسجيل منقب عميق لهذه المنطقة إن شاء الله بالإضافة إلى المناقب الأخرى التي سوف يتم الاعتناء بها وعملية التنظيف وإعادة التجهيز وربط هذه المنطقة بسد كدية المدور في المستقبل إن شاء الله.